واش نقول لك اخويا، داكشي القضاء ديال الله من بعد الاعمال ديال هاد الناس اللي مكلفين بهاد المسائل هادو. من بعد ما توصلنا بالخبر بقاو شي بعدا غير يقولوا لينا فين كاينه البنت، نعرفوا غير الموقع ديالها، ما عرفناش الموقع كاع. السبيطارات ما قال لك المارين فيه، اللي تيقول لك هذا هذا، مشينا كاع السبيطارات كندورو فيهم. من بعد ما اخر خبر كنا توصلنا بانه كاينه في المستشفى ديال المولى عبد الله، مشينا عاوتاني المولى عبد الله. الساعة اللي كانت هي في غرفة العمليات كدير الاوبيراسيون على الراس، ولقاو بان الحالة ديالها حرجة شي شوية، ودارو لها ديك العملية ديال الراس، حيت هي خرجت من عندهم كانت عندها الغرز في راسها ديك الساعة، كانت دايرة واحد الغرز. والمساعدة ديال الطبيبة اللي كانت معاها عاودت لي قالت لي بانه راه كاين واحد ربعة ديال الدراري وبنت معاهم في لامور، اجي شوفوا واش تاكد. مشيت لقيناها بلا ماشي هي، قلت لها ماشي هي، قالت لي اذن راه هي اول اسعاف جات من هذا المشكل هذا، هي اللي دخلت لهنايا وداروا لها شي حاجه في راسها، ومن بعد صيفطوها للسويسي وقاو بلي الحاله ديالها حرجه، ما بغاوش تموت عندهم، قالوا لها تمشي تموت ليه باش ما يدخلوش هما في السينوجيم الى اخره. ايوا الساعه اللي ترونسفيروها للسويسي بقات لي اليد ديالها تما ما داوهاش، ومن بعد ما بغاو يصيفطوا اليد ديالها ما عارفينش حتى فين مشات، صيفطوها لحي الرياض، صيفطوا الجثه واليد بقات عندهم، بغاو يصيفطوا اليد خصهم يصيفطوها لبنو سينا فين كاينه البنت، هما صيفطوها لحي الرياض، اذن ما عارفينش الحاله فين كاينه، مرونين غادي داكشي عشوائي وصافي. حيت الطاقم الطبي ما كاينش، الطاقم الطبي اللي غايدير الاسعافات الاوليه ما كاينش، اصلا الاسعافات الاوليه ما كاينينش. باش انا باش قالت لي راه اليد مبتوره وهزوها للسويسي، قلت لها واش يمكن، انا اول سؤال نسول داك السيده قلت لها واش يمكن شي اوبيراسيون اللي ترجع لها يديها، عندها امل في البنت كنقولوا ربما. قالت لي يديها راه ما جابتهاش معاها، قلت لها ويلي ما يمكنش، قالت لي راه الحادثه القطار راه بقات يديها تما، وباش بغاو يخلطوا يصيفطوا يتبعوها اليد ديالها ما تبعوهاش ليها للسويسي، تبعوها ليها لشي بلاصه في حي الرياض. كاين تما شي حاجه شي بلاصه تيديروا فيها لامور تمايا، صيفطوها تما. عاد مشينا هاد الصباح جبنا اليد من تما باش جبنا للسويسي، عاد من الجثه باش جبناها عاوتاني للدار هنا عاوتاني، وشيدنا الجنازه الله يرحمها مسكينه في هذا النهار هذا.